بمشيت قد ما حليت كتب وقريت عمري ما كيف امي ريت كي نخزر في عينيها نرجع تالي سنين وسنين بالضبط عمر 80 عم تدخلت في شلة منحرفين توصلني امي 7:30 نتاع الصباح متهني بالها مرتاح ندخل من باب المكتب متريع السور مهرب مقطع نقلب تعدى صحابي في الدورة نلعب معهم السكة والكورة كل يوم تتعاود نفس الصورة نلعبوا البيس والزربوط نكتبوا اسامينا بيت جرافيتي على الحيوط نسرق الحلوة من الحانوت ونكفف الكبوت تسألني يومي شكريتو اليوم نقولها حساب علوم تفرح مسكينة سخاني بقرايتي مغروم الحكاية مفاتش غادي كمل قدام بفسادي ما عادش نروح عادي كل يوم وصلني الحكم للدار مرة سرقت ضربت مرة قلقت تجار ولا كسرت بالنار نتاع كار العائلة عملت العار شعلت فيها النار أمي وبابا يتعاركوا على خاطري ليل ونهار كل واحد يتم في الآخر على اللي صار حتى في الحومة ولا الزيمة وحدي يساوى الصا ولادي ما يلعبوش مع ود الريحاني ما عادش يتبوا هزوا فري لا في الشارع لا في الدار مرتاح نفيق من 3 نتاع صباح على مشاكل أمي وبابا على السياح وقتها نحس بالمسؤولية طابت دموع من عيني من حشمة نخبي راسي تحت البطانية نرجع سنين الفهري من يومي في بالي بكر صوري ومهالي خيري زيد سهب هالي نرجع سنين الفهري من يومي في بالي بكر صوري ومهالي خيري زيد سهب هالي كنت جعت عديد اللي سيه كان ذي كل قطع مذرب صوفي كي ما عادش حد يقرب لي أنا بيدي نهار هارين أمي في بير المدير كلهم تحالتي حايرين باتين نهيتي مع اللي سيه في ساعة ما جات في ساعة موفات حلم أمي بابا بنجاح مات وشازة بلتين في يومي حلت فلوس تحت فرش كفنين جاتني تجري قتلي جات فلوس مين سكت عطاتني كفين وهبت على خديها دمعتين رصتي نحكي لها على اللي صار فلوسي في كل ما خدت نوار سمع بابا ترني من الدار وقتلي ما رجعتش لوج عليك في كل مركز وسبيطار وقتها ريحت في خربة في منزل فيس ما فقط كان على السيرة نتاع البوليس نلقى الحاكم داير بيا سالوني على اسمي شنيا هبطوني المركز جاتني أمي تعنق فيا على خاطرها قررت باش نبعد عليها ثنية أمي نقول لك سامحني بليز راني ولد عبد العزيز عودك ما عادش نتبعك بالبيز سامحني خاطر ما وليتش فيك كيما انت شتيت وتمنيت اما وليت تمسي كيما انا حبيت واحد نهار بعد نهار يندم على اللي صار صحيت حياة سهلة ما عطيتهاش حتى كار زي باش نقول يا ليتني عملت ولا يا ليتني ما عملت مادام اللي عملت عملت ما صغير راني ندمت صح صغير راني ندمت نرجع